السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا ديال اليوم الإخوان غادي يكون قصير. صباح الخير، بعدا رانا اليوم فايق بكري، عندي شي شغل غادي نمشي ليه. الفيديو ديال اليوم الإخوان غادي يكون قصير. دائما كيتطرح عليا هذا السؤال هذا، كيفاش غادي ندير نعرف أن السيارة فاتت في الطاكسي، وكيفاش غادي ندير نعرف أن السيارة فاتت في لوكاسيون، يعني السيارة فاتت في داك كيسميتو ديال الكرا. السؤال الجواب يعني ساهل الإخوان، كيفاش غادي ندير نعرف بأن السيارة فاتت خدمة الطاكسي؟ كتمشي قبل ما تشري السيارة كتهز الماتريكيل ديال ديك السيارة بلا ما تمحن راسك، بلا طولوري، بلا حتى شي حاجة، فهمتوا الإخوان؟ كتمشي نعم مزيان كتهز ديك الماتريكيل ديال هذيك السيارة، كيف ما قلت لكم الاخوان كتمشي كتهز الماتريكول ديال هذيك السياره وكتمشي للطرافوبليك، كتمشي للطرافوبليك كتقول لهم السلام عليكم اودي راني باغي نشري هذه السياره هذه، ولكن باغي نعرفها واش يعني كانت فايتها طاكسي، واش كذا، واش هذه، واش هذه، فهمتوا الاخوان؟ هذا هو البلان. والسيارات عاوتاني اللي كيكونوا فايتين في لوكاسيون راهم باينين، كارت غريز ديالهم كتكون فيها واحد العلامه بان ديك السياره مثلا ديال شركه، او مثلا مهزوزه ديك السياره بالطريطات او شي حاجه، او هذه او هذه. وحتى هي الاخوان نفس البلان، فاش كتمشيو عاوتاني فاش كتبغيو تشريوها كتهزوا الماتريكي ديالها كتقيدوها كتمشيو للطرافوبليك، سلام السلام بغيت نشري هذه السياره هذه، ولكن انا باغي نعرف واش هي مثلا فايته طاكسي، واش فايته في لوكاسيون، والى اخره. كيعطيوكم جميع المسار على هذيك السياره الاخوان. فهذه هي المعلومه اللي بغيت نعطيكم، يعني بلا ما تبقاو تسائلوا دائما. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.